life I'm living in slow-mo. I'm a god, but I actually don't know. Maybe better put your pride aside. I'm a Benz, get more like Volvo. Your best stuff looks like my worst. Synapse is fire and verse. Got the whole crew with me, about to do damage. You know we ain't average. I'm like, you can't hang with that. So the job is easy, look at that money. Mom to the ana, once we go, like a dog, and the more don't be able to tell ya. No more data, why? True damage, we do it. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا بكم اخواتي، عاملين ايه؟ يا رب تبقوا بخير وصحه وسلامه دائما وابدا باذن الله رب العالمين. انا كنت بعمل حاجه دلوقتي، ثانيه واحده. هوبا لالو اتي بليلو اوت بليلو ربيت ايدي ربيت 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 معلش. ايوه انا جيت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، عاملين ايه يا جدعان؟ يا رب تبقوا بخير وصحه وسلامه دائما وابدا باذن الله. قبل اي حاجه نحب نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، نكتب علامه تعجب فيها نوتيفاي كلكم، كله يكتب علامه تعجب فيها نوتيفاي يعني بعد اذنكم. وايه ونمسي على يعني نروق بقى، شيرات من شينات لفات مش عارف ايه الحاجات دي كلها. تعالوا امسي على الناس اللي موجوده في اللايف. بسم الله الرحمن الرحيم. اخويا زياد تسلم لي على اللفاية والشير قلبي. احوكش تسلمي لي على اللفاية. انجي تسلمي لي على اللفاية. انجي والله. يا هدى تسلمي لي على الكير. عبد الله تسلم لي على اللفاية والشرات. انا زعلان منك يا عبد الله بس انت حبيبي كده كده. عمنا وعم الناس كله. سيد تسلم لي على اللفاية. عم سيد يا منى تسلمي لي على اللفاية. اخويا المكاوي اللي وحشني تسلم لي على اللفاية. مكي يا جميل حبيب قلبي. يا شفيق يا شفيق يا وحشني يا شفيق والله. عامل ايه؟ ايش اخبارك؟ شحوالك؟ شو تسوي؟ بقول لك ايه يا هدى، انا بعتلك حاجة. بس كده عشان كنت مسا مسا عم شفيقة جميل. منورين يا جدعان اللايف. يا جدعان احلى مسا عليكم. لايف جميل ورايق بيكم. فين عبد الله؟ استنى عبد الله. انت لو بتفتح اللعبة انت بتفتح اللعبة من امبارح تقريبا، مش فاهم.
المحاكي عندي معلق. طيب والله عندي امتحانات ولسه مخلص النهارده. خلصانه يا عم عبد الله، نودي خلصانه. جيم لحد ما يجي، يلا نودي جيم لحد ما يجي. انا لو ودي شفتك يا عبد الله بره اللايف بص انت حر. ماشي انا بقول لك اهو. ندخل جيم نسخن ليفك. يلا الليلة بينا اي والنات، حاجه، يلا اي حاجه الليلة والنات. يا جدعان. مبروك لكل الناس اللي خلصت امتحانات، وربنا يوفق كل الناس اللي لسه ما خلصتش امتحانات ان شاء الله على خير باذن الله. بصوا بقى، احنا يعني للناس اللي لسه ما تعرفش، احنا بنستريم على تروفو كل يوم بعد لايف الفيسبوك. اتمنى من الناس كلها اللي ما عملتليش فولو على تروفو تخش تعمل فولو على تروفو. انا هسيب لكم اللينك في البين كومنت. اتمنى الناس كلها تروح تخش تعمل لي فولو على تروفو. اتمنى من الناس كلها تخش تعمل لي فولو على تروفو. قولها مرة كمان، قول لك مرة كمان. اتمنى من الناس كلها تخش تعمل لي فولو على على تروفو. تمام، كمان واحدة، كمان واحدة. اتمنى من كل الناس تخش تعمل لي فولو على تروفو. هنطلع من اللايف، ايه زهقنا. ماشي خلاص، منورين يا جدعان. وحشتوني 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 قوي. اصل انا امبارح كان عندي وجيه مشوار مهم قوي. ايه تتريق عليا عشان انا بقول باكل سوشي؟ اه حرام يا جدعان، يا جدعان حرام. ما فهمهاش اصلا، ما فهمهاش. لا اصل انا معلش، انا في موضوع تاني خالص دلوقتي. خلاص 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 يا جدعان، من النهارده والنت وبس، والنت وبس. ها احنا لايف والنت وبس. حمدي باشا تسلم لي يا حبيب قلبي، تسلم لي على الكير، منور الدنيا لما تاخد الشوت من كذا صايد. والنت وبس. ايه يا عبده بجهازك اللي مش راضي يفتح ده؟ يا منى الف سلامة عليكي والله. مالك؟ ما انا عملت، ما انا بعت والله يا هدى، بعت. اخرجي بصي على النوتيفيكيشن. يا اخويا حسن ميكس، اخويا حسن ميكس الرايق، نور الدنيا. لا وجيه يا جدعان، انا اي حد هيخش لي من كلية الناس كلها تخش تمس عليه. يا حودة هلا والله، تسلم لي على اللفاية يا حبيب قلبي. عملت فولو يا زميلي، خلصانة. انا هطلع هنا ساعة بالظبط وهنروح كلنا على تروفو نكمل اللايف. هل تعلم ان نزلتك ضربة صح؟ ايوه. وكويس ان انا قلت وحشة مع مراعاة ان احنا لايف. تعالي خدي مولي يا ام كيل مسج. انت اخوها الزميكس اللي ماشي قدامه مش داريان بالدنيا. اركن يلا يا زربة عبيط يا متخلف. لا مع العبيط، تيجي مع العبيط اللي راح دفع 1200 يو سي. مين ده اللي دفع 1200 يو سي؟ الحمد لله مش انا. انا ما دفعتش حاجة. انا مش ناوي بقى يا جهة على ايه؟ زميلي مالك يا زميلي مالك؟ ايه ده؟ يا راجل ده هاك، ده هاك. بصي 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 بصي، عارف ان انت ورا البتاع ها؟ يا بنت اللعيبة، تعالي رفي تعالي رفي. لا 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 لا، فايتي فايتي فايتي، الواد بيبوش. يا نهار اسود يا جدعان، يا نهار اسود على الجمدان. خدت لك لقطة والله. هاي يا عمر تسلم لي على اللفاية، يا احمد يا نادر تسلم لي على الكيل. يا بنت الفزعة، ايه ده يا بنت الفزعة دي؟ يا بنت اللعيبة فزعة. هاي خم والله، جت مع الهبل بس لعيبة. كنت لسه هصيح تعمل بينج والله. لعيبة لعيبة. ده انا غلطانة، ده انا. ايه ده بوت؟ يا بنت اللعيبة عاش عليها والله، والله عاش يا جدعان. اكتبوا لها عاش يا جدعان. لعيبة يا ابو حميد عامل ايه؟ يا احمد نادر الرايق، لا داعي للتصفيق، دعونا نعمل في صمت. انا مش فاهم محاكي باظ ولا ايه. بص بقى، صياح بقى صيوح. سهل دلوقتي تطلع من دماغي. صح انا حسيت. مش هتصمد مش هتصمد مش هتصمد ابدا. انا عاوز
انا الحمد لله ان انا البنج اصلا نزل. خليها انت زعب زعب خليها تزعب. هو مش حد تاني معانا ولا ايه؟ سرق كليتي. طب احنا قتلينه. كان في نوكاية هنا بتاع الاهب. يا ابو حميد راح فين حبيبي عبد الله؟ شيرات بقى يا جدعان، اللي ما شيرش يشير. الحمد لله يا رب دايما بخير والله يا عبد الله. والله يا احمد والله انا بقول اي كلام والله. ده بنورك انت يا ابو حميد اقسم بالله. اخواتي اللي في اللايف اللي لسه ما عملش فولو على تروفو بالله عليكم تستخسروا فيها الفولو، تستخسروا تتابعوني في منصه تانية. اخويا عم فادي يا جميل، اخواتي رجاله الكلان الرايقه يا جدعان. اه يا جدعان، مين اللي لسه ما دخلش الكلان؟ عيب والله، عيب والله، عيب والله، عيب والله، عيب والله، عيب والله. كفاية لا كفاية. ليه يا سيد ما دخلتش الكلان؟ لا لا ما دخلتوش الكلان ليه؟ ودي بيوزع عربيات نبيع باش. انا ما بوزعش، بس الناس لو عايزين اوزع هوزع من الاخر. يا عمر تسلم لي على اللقاء يا حبيب قلبي. بقول لكم ايه يا جدعان، مازال بصوا يعني انا هشاهدكم، مازال في ناس بتخش اللايف تعمل لي لافاي وما تمسيش عليا بكومنت. ده يرضي ربنا؟ لا ده يرضي ربنا بصراحه. لا 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 ايوه بصراحه بصراحه هيرضي ربنا عادي جدا. بصراحه عادي يعني هيرضي ربنا يعني. يعني الراجل مش عايز يكتب انت تنح. حد اتفرج على فيلم جون فور؟ بص بص بص، روان داخله تقول لي جوز اختي فين. واقول لك يا روان هيظهر هيظهر يا ابو احلى. مسا عليك يا ابو احلى عمر، والله العظيم احلى عمر في الدنيا. اخويا ماجد والله ايه انت قلت؟ والله ايه بقول؟ والله احلى عمر في الدنيا. انا قلت حاجه تانية ولا ايه؟ لكون قلت حاجه تانية والله العظيم. والله العظيم ايه مش فاكر والله العظيم. مساء الخير عليك يا سكره جميل. سكره بيقول لي معاد انا ما دخلتش الكلان عشان انت مثلا معاك اكونت صاحب الكلان. ايه ده فين انت اللي ضربتي؟ لا ماشي. مساء الفل يا ماجد يا جميل، هلا بيك يا حبيب قلبي منور الدنيا والله يا بنت. بس بقى بس بقى ده انت ايه ده؟ بهقك ايه؟ معلش يا تجيبه يا تجيب الاي دي وانا ادعم الحل التاني. يا جدعان حاضر يا جدعان، مساء الفل يا سكر. ابعت لي الاي دي. حاضر يا جدعان، لو حد من الكومنتات معاه الاي دي بتاعي. بقول لك ايه، اديني الاي دي بتاعي يا حكش. حاضر دوسي على الريبورت ومليهولي. يا وليد تسلم لي على اللايك يا حبيب قلبي. اه طب 531 استني 531 9 4 7 10 7 3 اهو يا جدعان لينك الديسكورد في البانيو. في البانيو لينك الديسكورد يا تيكا. اخويا تيكا المتخاذل اللي مش عايز يخش الكلام بتاع اخوك جيها. قله ادب وصفاقه وسفاله. انا تقريبا لمحت ناس هنا. واتش اوت. اه لا خلاص فجيه البنج 600. خد يا بوت يلا. انت ايه مركب عجل ولا ايه؟ هبعت لك الرويال بس عليه بتاع عمي اخويا. بس انا شاحن انا شاحن انا شاحن يا بلال. تسلم لي على اللفاية يا حبيك. انت عملت كلان؟ اه انت بقى متخزن.
ايه ده، هو هيبعت لي هدية الرويال بس ولا هيبعت لي يو سي؟ لو هيبعت لي يو سي يبقى ابعت لي يو سي عشان انا محتاج اجيب الملوتوف. ايوه تبرعوا لاخوك الجيه، عايز اجيب الملوتوف الكلمه دي. تبرعوا لاخوك الجيه، عايز اجيب المولي. هو ما كانش فيه بلايرات غير الاثنين اللي معانا اللي احنا فايتناهم تقريبا. يا عم انا بامتحن اكتر ما بتنفس، ربنا يقويك والله يا شفيق. بس انا عملت كلان. مين المشرف عندك؟ انا عندي مشرفين مخفيين يا سكر. سنيكي مشرفز. او ماي جاد. طب ما تبعت لي انت الرويال باس بتاعتي اشحن السيزون انا بقى. انا اقول لك ايه، اقول لك ايه يا عم بلاك؟ يا جماعه احنا بنلمله يا جماعه، والله بيلمولي بقى. اللي عندك غلبان اصلا وعليه ديون مش فاهمين حاجه. هبعت لك يا سكره برايفت، يعني هبعت لك برايفت اقول لك هم مين. انا رايح يا عم للدروب يا عم. انا زي انا هفضل واقف في اللوبي. انت واقف في اللوبي؟ طب يا عم ما تقول لنا نخرج، ما تقول لنا نخرج. ايه ده بقول لك ايه ده بلاير ده؟ لا لسه بسال. انت فتحت يا عم؟ كمل يا عم الجيم يا عم. لا يا عم لا 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 انسى الموضوع خلاص. دي لا يا عم نخرج ليه يا جدع في البتاع وين. طب يا جدعان مين لسه ما عملش فول على تروفو بالحب كده بالتراضي؟ انا تصدق لا والله انا بعرف ان انت اصلا طلعت تروفو. ايش تمام والله يا جدعان انتوا بتعملوا معايا كده ليه؟ خلاص خدت الدروب نخرج. رحلتنا من الستريمر بيشحن لمتابعينه، لمتابعين بيعملوا جمعيه عشان الستريمر. حصل يا ابني اخلص. انت قلت ايه يا تيكا؟ ما خدتش بالي. وقال ايه؟ هنكمل. تعالى بس تعالى ورايا ادخل الزون. خليني اروح احمل تروفو وارجع. الله عليك يا ماجد يا جميل يا رايق. اقوى ماجد اللي مروق عليا والله. ايه ده الرانك اصلا؟ اطلع يا جدعان بقى. ايه يا جدعان انت؟ ما انا بقول نطلع يا عم، بتقول لك كملوا. الرانك ايه؟ هنكمل الجيم، هنكسب الجيم اول جيم في اللايف. انت مالك انت على الفريق؟ لفاهات لينك الديسكورد. حاضر ناخد العربية نلف بيها نخلص بيها الجيم. وانت ايه اللي خرجك من الديسكورد يا تيكا؟ خش يا زميلي. ده سؤال مهم. ايه اللي خرجك من الديسكورد يا زميلي؟ ده سؤال في غاية الأهمية. يا بنتي ما تيجي نخرج يا بنتي بدل المرمطة دي. طب اعمل ايه؟ محشي ولا هنا؟ وانا جعان الصراحه. عشان عملت اكونت تاني. لحق نفسه ماشي. ايه كبرك؟ ركبت يامه والله. يا اسراء بصراحه ترجع. يا اسراء تسلمي لي على اللفاية. عامله ايه يا اسراء؟ انا شفت عاد الار بي الجديد. ايه الار بي الجديد؟ ما كلنا يا ابني شحننا الار بي الجديد يا ابني. ايوه يعني ليه بقى؟ انا لسه شحنه. في ناس الار بي بتاعها بيخلص لغايه 50، في ناس الار بي بتاعها بيكمل ل 100. انت بتشحن ايه؟ انت بتشحن اصلا يا معلم. خش اطلعي هاتي انا معايا 8 كيلات. مش هرد عليكي دلوقتي بعد اللايف. واتش اوت. ربنا تيرارا تيرارا. هو ايه اللي حصل؟ هو انا مش عارف ليه يا سكرة. انا هبعت لك يا سكرة، هبعت لك. انا هبعت لسكرة اسلاو يا اسلاو. انا خصمت مع ستريمر كبير جدا انا واسلام. ما خلاص بقى يا عم حبيبي. لا والله وغيره. اسلام لي على الشيرات الحلوة دي. ايه؟ ما بقاش اضحوك انا يا عم. اضحوك؟ فعصك؟ ما تنجز يا اسلام. فعصك؟ يا باشا ما حدش يقدر يفعصني. ده تعدي ال 25 بوت ده انا عارفه. ايوه انا عارفه انا كمان. عمال ما اسلام يفتح. اسلام مين اللي يفتح؟ اسلام مش هيفتح لكم دلوقتي. خدام. ينفع كده يا اسلام؟ ينفع كده يا اسلام شايف؟
شايف بيقول ايه؟ بيعصبك عشان تفتح السنايه، اوعى تفتح. يا ابن اللعيبه شفيق، شفيق دخل وما عملش فول. في بلاير معانا، في بلاير معانا. ربنا يوجهني. لا عمل ايه ده؟ انا جالي طياره سيزون واحد. اسلام بعت لي 100 ستار و100 جرافل يا عم. مش عدي الطرات يا اسلام. لا ما عدتش. لا ما عدتش. لا ما انت مالك يا ست؟ اخويا اخويا. حبيبي يا اسلام تسلم لي على 100 ستار حبيب قلبي يا غالي والله. عمال اقول له في بلايرات معانا يا شيخ. تسلم لي على الكير، تسلم لي على الكير يا شيخ والله. بتقول ايه؟ حاجه اسمها مليارات. بلايرات مين يا ام بلايرات انت؟ بتقول لك يعني انت ما شفتش بطوط اللي كان موجود؟ لا لا بقول لك بلايرات مين اللي انت تخافي منهم ده؟ يعني انت جامده يعني. أيوة أيوة أيوة. يا مريم تسلمي لي على الكير. عامل ايه يا شيخ راي؟ اخواتي اللي ما عملوليش فولو على تروفو. يرضي مين ده؟ يرضي مين يا رجاله؟ اول جيم وين ونقول الو. انت عارف ايوه حوار تروفو ده بيفجرني حوار بيجح فشخ، ان انت بتسوق لنفسك على منصه ثانيه على منصه، فاهم؟ ايه؟ بتسوق لنفسك على منصه ثانيه على الفيس. ما عشان الفيس خلاص ما فيش منه رجا. الفيس مفيش منه رجا. لو انت بتستفاد منه برضه فاهم؟ مفيش منه رجا، ما بستفادش من الفيس. بستفاد من الفيس الحوار ان انا بجيبها، انا عاجبها. ما انا تعبت بقى لي قد ايه تعبان في الفيس سنه، ده تعبان في الفيس، اخد بقى اللي انا عملته في السنه اروح اوديه في حته تانية. حطيت ريدي ولا لسه؟ حطيت ريدي يا فنانه، حطيت ريدي يا فنانه. يا جدعان بجد المحاكي عندي في حاجه غلط. هيبتدي صياح بقى. على فكره حرام والله، المفروض المفروض استاذ عبد الله ياخد لقب صياحه مش انا. ايوه والله فعلا، اصلا انا مسافر. ايوه والله فعلا. طب بالله عليك من ساعه ما عرفتك مفيش باي، رايح فين يا ساكره؟ هو ايه اللي باي؟ هو ايه اللي باي؟ مفيش باي يا عم. اقعد انا بصين. دخلني اللي تشانل معاكم. لا احنا قاعدين في سيرفر تاني اصلا، مش في السيرفر بتاعي يا تيك. قاعدين في سيرفر سنيكي، سيرفر سوري. ايه سوري؟ سري. سيرفر صعباني. انت خرجت ليه؟ انت خرجت ليه؟ نخش تاني. لا خرجك خالص، اخرجي والله. اخرجي حلوف. عيل حلوف. بس لو الواتس رفع التارجت زي ما كانوا بيقولوا هيبقى الحوار مميت بصراحه. ايه الواتس اللي رفعت؟ ايه ده؟ انت بتقول يا شفيق؟ هو في ستريم على الواتس؟ معرفش. ده حوار جامد ده. يبقى تصدق تخيل. مساء الفل يا علوة. ايه العبث ده؟ في عبث في وداني. ايوه في عبث فعلا. مساء الفل يا علي حبيب قلبي، تسلم لي على اللباي على رمضان يا رايق. اخواتي اللي ما عملوش فولو على تروفو. الواتس ايكوال تروفو؟ لا ما انا بقول تروفو خلاص بقى. ما هو رفع التارجت يا شفيق، امال انا بصيح ليه؟ تروفو ولا الواتس؟ تروفو. هو بقى ده لما يقول الاخضر. احنا قاعدين في سيرفر بس مش في السيرفر بتاعي، في سيرفر تاني كده. سيرفر الحاج مش ثابت يعني. يا قرع. يا قرع انتوا الاثنين. انا مش عارف من غير ورق العنب تاكل يعني ايه صراحه. بقول لك ايه يا ساكرة، انت لسه ما استفتحتش. تعال قول لي. ديري ديري دي. في ابدا بتوزعوا لحمه هنا ولا حاجه؟ ماشي. عندكم شامبو؟ عندكم شامبو؟ لا ما عندناش. يا ابني بقى بطل، انت بتفصل ليه؟ وانت بتلعب من الموبايل يا ابني؟
والله ما اعرف المحاكم ده. عندكم دباديب؟ ايوه تاخد النزلة. تعال عينيا عينيا. اقسم بالله نايم، اقسم بالله انت ما موجود. ما انا ما اعرفش انا ليه ما مجلدش ولا مش فاهم يا ابني. انت فاصل ما كل النعمه بتخش. انت خرجت ليه اصلا؟ انا ما بخرجش يا اسطى، المحاكم اللي بيخرجني. ماشي يا مايكل، تسلم لي على الكير والشير حبيب قلبي. طب احنا معانا بشر. انت بقالك فتره ما فتحتش اللعبه ولا ايه؟ مش عارف. لا فتحتها امبارح. مال في؟ ايوه بس خلاص انا عليها. هو وقت اجروا على هنا بسرعه عشان في ناس على شمالنا. قلت مفيش سمعان كده. سمع عن كلام يا عم. انا لقيت منو اصلا مسكين. انا معايا ام بي. يا رب ما حوش سلاح اصلا. في واحد مسح بكرامتي الارض. تيجي عليا يا عبد. انا جاي عليك. احمد يا سمير تسلم لي على اللفايه. تم يا ورد ضيفتك على ترب. حبيبي يا ميا يا ماجد والله تسلم لي، نورت الدنيا يا حبيب قلبي اقسم بالله. تعال تعال عبد الله تعال يا عبد الله. ما تمشي يا عبد الله، انت واقف في الاوبن ليه؟ تعالى يا اسطى مش راضي يتحرك. انا مش شايف حاجه قدامي. انا تقريبا 2 فريم. حبيبي يا عبد الله تسلم لي على الشرات. اخواتي شيروا زي عبد الله كده. ماشي يا عبد الله انا هخلص ال هخلص ال هخلص يعني قدامي ساعه وهننقل كلنا على تروف ان شاء الله. واحنا ما ينفعش نطلع فوق صح؟ Help. ما خدتش الكارت. ثلاثة